من يا رب العالمين. الله يرضى عليك. يعني في مجالة سريعة، نعم أم لا، هل يعتبر الكلام عن تفريج الكربات يدخل ضمن حسن الخلق؟ يعني الله أكبر، هذا العمل قد لا يكون للنفس فيه حظ إذا حسبها بحسابات الدنيا، لكن لو حسبها بحسابات الآخرة، يعني كأن الله يقول عبدي وأنت ضعيف، أنت تفرج كرب أخيك، فكم يساوي هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخلوا بمرسوم كسوة الكعبة على عمر بن عبد العزيز، قال ما هذا؟ قال وقع على مرسوم كسوة الكعبة كذا ألف. قال الكعبة لا تحتاج إلى كسوة، أكسوا عرايا من اليتامى والمساكين، هذا خير عند الله من كسوة الكعبة. الله، لأن الله. إذا وضعت حرمة يفرج كرباتهم، حرمة البيت الحرام إذا وضعت في كفة، وحرمة المؤمن وشرف المؤمن في كفة، غلبت حرمة المؤمن حرمة الكعبة. جميل جميل هذا التأصيل. فما بالك لو فرج كربة المسلم. الله أكبر. يعني من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والآخرة. نعم نعم. كيف نفهم هذا ونحاول أن نصنعه في الحياة الدنيا دكتور محمد؟ والله نحن حينما نوسع وعي الناس بقيمة العمل الصالح، يعني أنا بقول العمل الصالح علة وجودنا في الدنيا. نعم. فحينما نهتم بالعمل الصالح، هذا عمل يومي سيدي، إما أطعام طعام، إلقاء السلام، تفريج كربة، حل مشكلة جراحية مثلا، الكلمة الدقيقة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. نعم. تاني مرة مليون ثانية. الطرائق إلى الخالق. أيوة. بعدد أنفاس الخلائق. نعم. نعم. مليون طريق إلى الله. أطعام الطعام، إفشاء السلام، تزويج الشباب، هي مهمة كبيرة جدا. يعني أنا بقول الشباب قوام الأمة، عماد الأمة، مستقبل الأمة. هذا الشاب مطالبه كتير متواضعة، بده فرصة عمل وزوجة وبيت بس. فأي جهد جماعي لتأمين حاجات الشباب هذا عمل عظيم جدا. فهذا الشاب إن لم يحقق هذه الأهداف المتواضعة يقع في تطرف، إما تشددي أو تفلتي.